ألقت قوة تركية خاصة القبض على مجموعة من أفراد الكوموندوس المنشقين الذين حاولوا القبض على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أو قتله خلال محاولة الانقلاب. وقال مسؤولون اليوم إن طائرات من دون طيار وطائرات هليكوبتر حددت أماكن 11 هاربا من أفراد الكوموندوس في تلال تغطيها الغابات حول منتجع مرمرة المطل على البحر المتوسط بعد ملاحقة استمرت أسبوعين. وكان أفراد المجموعة ضمن وحدة هاجمت فندقا كان يقضي فيه أردوغان عطلته ليلة محاولة الانقلاب عليه يوم 15 من يوليو الماضي.